طالب خانم بتحبي جيب لك شاي تروقي اعصابك؟ لا ما في داعي، طلبت من خالدة تساوي لي. جوري ممكن تجي شوي لعندي؟ طبعا. امبارح كنتي عم تحكي لي عن ذكرياتك مع جهاد. انتو بتحبوا بعض ورفقة من زمان. جهاد اقرب رفيق لي وبفهمه منيح، انا رفيقته الوحيدة. هلا كأنه هاد القرب معك انتي بس، لاني ما حسيته قريب من باقي اخواتك كمان. مزبوط مزبوط حكيك، يعني جهاد ما بيرتاح لحدا غيري انا. هو ما قالك ليش عمل هيك بحاله يا خانو؟ طيب بتحبي احكي معه وافهم منه؟ يعني انا رح اعمل كل جهدي بس جهاد ما عم يقبل انه يحكي معي بالمرة، حتى اخر كم يوم هو كان عم يتهرب مني دائما. انا مو مرتاحة، ما بعرف شو عملت بس حاسة انه انا يلي مزعلته. حتى جيت امبارح قبل الخطبة دقيت كتير عليه بس هو ما كان يرد. جوري ما في داعي تحاولي تعرفي شي من جهاد، ببساطة هي مو شغلتك. حتى لو كنتوا كتير رفقات الدكتور رح يتولى القصة. طيب صار فيكي تمشي. توليب خانم، بعد الشي اللي صار مع جهاد ما كان في فرصة احكي معك. في شي كتير مهم لازم خبرك اياه وما قدرت. يلا قولي. بالوقت اللي صارت فيه الحادثة تبع جهاد بيك صارت فضيحة كتير كبيرة بالحديقة. فضيحة شو هي؟ شو في قولي؟ قليل الأدب هداك خطيبة لجوري كان عم يتخانق مع عمر بيك على الباب. لو تشوفي كيف هجم عليه ما بتصدقي. بس الله قدر ولطف، عمر بيك ما رد عليه والا كانت صارت مصيبه. بس لو شفتيهم